زيد الخلايلة معلق صوتي من حوالي 23 سنة. علقت على الكثير من الوثائقيات، مسلسلات الكرتون، الدبلاج، الدعايات، الدراما الإذاعية. العمل الدبلاج عمل جدا ممتع، ومن أهم أساسياته الحب المهنة بداية، الأداء الجميل، اختيار الإيقاع المناسب لكل نص، اللغة العربية القوية، الثقافة العامة. هذه يعني خلينا نحكي أساسيات الدبلاج على اختلاف ألوان التعليق الصوتي، سواء كان وثائقي أو كارتون أو الدراما البشرية اللي هي زي الدراما التركية والمكسيكية المدبلجة للعربية. فمهم جدا في بداية عملك أنه تأخذ جميع الألوان حتى تشوف أنت وين صوتك أجمل شيء، وين أنت بتحب أكثر لون في ألوان الأداء الصوتي المختلفة. الآن أنا خلال 23 عام مريت عليهم كلهم. الهند كما تعلم هي دولة ضخمة، والكثافة السكانية كبيرة جدا، لذلك فإن توفير الموارد لهذا العدد من السكان، وخصوصا إذا توجهت للمدن الكبرى حيث تكون الكثافة السكانية عالية جدا، يصبح من الصعب جدا توفير الموارد. نذير خوالدي، أنا ممثل دبلاج من 14 سنة تقريبا، وبالإضافة إلى أيضا مشرف أداء ومخرج دبلاج. بلشت بهذا المجال زي أي حدا يعني بحب مجال الدبلاج، اللي هو بيميز كل الناس اللي بيشتغلوا بمجال الدبلاج، اللي هو الرغبة بأنه أنت تأدي أو تمثل من دون ما تكون متواجد تماما قدام الكاميرا، يعني أنه أنت بتمثل بصوتك، بتنقل أحاسيسك على الشخصية اللي أنت عم بتحطها بصوتك من دون ما يكون في عندك متطلبات رئيسية أنه أنت تكون موجود قدام الكاميرا. أنت بتنقل لنا المشاعر، بتنقل لنا الأحاسيس المطلوبة بهذا العمل الفني من خلال الصوت. وأتوقع أنا يعني هاي الشغلة بيشتركوا فيها كل المحبين للدبلاج، حبهم للصوت وحبهم للأداء الصوتي. أوراق غريبة قديمة وحديثة. أنا ولاء خوالدي، مؤدية صوتية، بشتغل بمجال الدبلاج من سنة 2007، وبشتغل تقريبا كل أصناف الدبلاج، أصناف الدبلاج المختلفة اللي مثل البرامج الوثائقية، أفلام الكرتون والمسلسلات والدعايات، البرامج التعليمية، المناهج الدراسية، كل أصناف التسجيلات الصوتية، الدعايات وكثير أشياء، طبعا باللغتين العربية والإنجليزية. العمل بمجال التسجيل الصوتي هو أو الدبلاج بشكل عام هو فن أكثر من أنه يكون بس مجرد قراءة نص. قراءة النص العادية ممكن أي حدا يقرأها، لكن الدبلاج أنت بدك تعيش الشخصية، بدك تفهمي شو روح هاي الشخصية وتأديها. العمل بالمجال التسجيل الصوتي بتطلب كتير يعني أشياء، أهمها الصوت الجميل ومخارج الحروف الجيدة أو الممتازة خلينا نحكي، واللغة أيضا السليمة، لأنه كل هاي الأشياء بتساعد المؤدي الصوتي بأنه ينجح ويؤدي أصوات مختلفة. أنا بمجال شغلي سواء كان بالوثائقي أو بأفلام الكرتون بقدر أنه أغير بين طبقات الأصوات وأخذ أكثر من شخصية. في مجال الكرتون بقدر أخذ شخصيات كثيرة، ممكن أخذ شخصية طفلة صغيرة، شخصية وحدة عجوز، شخصية ولد يعني بعمر صغير وبعمر أكبر شوي، شخصيات مختلفة. والله يا أمي لولا حاجتنا لتلك القروش لتركت الإذاعة ولا ما بقيت فيها ثانية واحدة. هلا أهم إشي بموضوع إنه لما تنتقلي من شخصية للتانية إنك تحافظي على تركيزك على الصوت وعلى طبقة الصوت أثناء الانفعالات. يعني ممكن أنت تعطيني جملة هلا أقرأها بصوت بنت صغيرة، وأقرأها بصوت ولد، وأقرأها بصوت مثلا سيدة عجوز، عادي رح أقرأهم طبيعي ورح يكون في فرق كبير. لكن أهم إشي إنه الانفعالات اللي بتكون أثناء الحلقة أو أثناء تأدية المشاهد نحافظ عليها. يعني لما بدي أضحك بدي أضحك بنفس صوت الولد الصغير، بنفس صوت السيدة العجوز، لما بدي أبكي كمان بنفس الشيء، لما بدي أبكي بنفس صوت الولد وبنفس صوت البنت. كل حدا لازم أحافظ على طبقة الصوت أثناء الانفعالات. هذا أهم إشي بمجال التسجيل الصوتي اللي بيتعلق بأفلام الكرتون وغيرها كمان. في الوثائقيات المعلق يختلف أداؤه عن أداء الشخصية. المعلق بكون أداؤه في نوع من
توجيه الكلام مباشرة بطريقة رزينة وفيها معلومة، لأن الشخصية في الوثائقي تحتاج إلى تلوين أكثر، إلى إيقاع أكثر، فهذا بحد ذاته بيخلي الموضوع يحتاج إلى إبداع، يحتاج إلى نوع من التمكن، نوع من الثقافة الخاصة. وإذا كنتم تتوقعون منا أن نستمر في إيواء أولئك اللاجئين، فالطريقة الوحيدة هي أن تجد اللجنة الدولية موارد أفضل وأموالاً إضافية. لذلك فإن توفير الموارد لهذا العدد من السكان، وخصوصاً إذا توجهت إلى المدن الكبرى حيث تكون الكثافة السكانية عالية جداً، يصبح من الصعب جداً توفير الموارد. أنا مالك رمان، مهندس صوت، عم نشتغل الدبلاج للوثائقي، الدبلاج للكرتون، الدبلاج للدراما، بالإضافة للتعليق الصوتي والتعليق الإخباري وللتقارير الإخبارية. ما بقدر أنا أجيب مايك أهلي يحكي له صوتك حلو فأنا أصير معلق صوتي فجأة. هذا الحكي بلزمه يكون في تدريب، في ساعات من التدريب، في إشراف أساتذة في الموضوع. الدبلاج في النهاية مدارس كبيرة وكل مدرسة لها أساتذتها، فما بقدر أنا أصنف نفسي كمعلق أو كمعلق صوتي محترف بدون ما أنا أخوض تجارب وساعات ومئات الساعات من التسجيل. الفنانين الدبلاج عندنا في الأردن على مستوى الوطن العربي بنفخر فيهم، إنهم إحنا بنصدر دبلاج الوطن العربي فعليا لكل القنوات المحلية والعربية وحتى للمسلسلات العالمية. جزء كبير من الإنتاج العربي فيما يتعلق بالدبلاج عم يتم إنتاجه في الأردن، لكن ما في تسليط ضوء كافي على هذا المجال من قبل الجهات الإعلامية وحتى الجهات الرسمية. لازم يكون في دعم لهاي الفئة من الناس بحيث أنها تكبر وتتوسع ويتم دعمهم على مستوى الوطن. في النهاية الدبلاج والتعليق هو قطاع زي أي قطاع في هذا الوطن العزيز يتأثر بالصعوبات اللي بتصير، فهذا القطاع فعليا احنا لازم نحافظ عليه تحت أي ظرف من الظروف، لأنه فعليا عم برفد الوطن العربي كاملا بالأصوات وبالمواهب.